السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو اللي من خلاله راح نديرو درس من دروس السنة الأولى ثانوي اللي هي لا ليتر أوفيرت، يعني الرسالة المفتوحة. والرسالة المفتوحة هذه راح نتقراوها في لو دوزيام بروجي، يعني المحور رقم 2 من برنامج السنة الأولى ثانوي. دونك لا ليتر أوفيرت هذه هو درس والله هو محور اللي يقراوه جميع الشعب، يعني الشعب العلمية والشعب الأدبية معنيين بهذا لو بروجي. كي نجيو نشوفوا ما معنى لا ليتر أوفيرت، يعني الرسالة المفتوحة. الرسالة المفتوحة هو أول شيء هو سيتان ديسكور، أن ديسكور والله ان تكست، ان ديسكور والله ان تكست ارغومونتاتيف، يعني حجاجي. دونك انا كي نقول لك ارغومونتاتيف راح نلقاو حنا دي زارغيمون، يعني جينيرالمون راح نلقاو في لو تكست تاعنا دي زارغيمون. دونك نقولوا ان ديسكور ارغومونتاتيف. ف لو ديسكور ارغومونتاتيف هذا لو تيكست ارغومونتاتيف لما رايحين نبعثوه ديستيني ا ان ديستيناتير بريسي، يعني احنا كي نكتبوا لا ليتر اوفيرت هذه الرساله المفتوحه راحين الهدف تاعنا انها توصل لجهه معينه، يعني الهدف تاعنا هو معين ان نبعثوها لشخص معين، يعني ان ديسيناتير بيان بريسي. جينيرالمون شكون هذا لو ديسيناتير؟ هو لي زوتوريتي يعني السلطات العليا في البلاد، مثلا المير تاع البلديه، والله بار اكزومبل لو ديريكتور، والله الوزير، لو مينيستر. ليسونسييل هذا الشخص هذا يكون سلطه، عنده لو بوفوار، والله هو يكون من بين السلطات، يعني مثلا الشيف دايره، والله رئيس البلديه، والله الوزير الى اخره. راحين نكتبوا له ان ليتر اوفيرت، والله يقدر يكون ان لارج بوبليك يعني جمهور معين، يعني جمهور معين يكون عدد كبير من الناس راح نكتبوا لهم ان ليتر اوفيرت. دونك حنا علاه نكتبوا لا ليتر اوفيرت؟ لا ليتر اوفيرت كيكون ان بروبليم، معنا ان بروبليم بار اكزومبل حنا في الثانويه مثلا نفترضوا ان كاين قسم، والله كاين مثلا اقسام السنه الاولى ثانوي عندهم مشكل في احد الاقسام، والله عندهم مشكل مع ماده من المواد. واش راح يديروا هما؟ يفون اكريغ اون ليتر اوفيرت، راح يكتبوا رساله مفتوحه، اون ليتر، يكتبوا لا ليتر اوفيرت، لا ليتر اوفيرت. لا ليتر اوفيرت هذه اللي راح يكتبوها شكون هو المسؤول الاول في الثانويه؟ هو راح يبعثوها لو ديريكتور، راح يكتبوها لو ديريكتور. دوكا اهم شيء اللي لازم نعرفوه في لا ليتر اوفيرت هو لو بلون دون ليتر اوفيرت. لو بلون دون ليتر اوفيرت، راح نشوفوا منين تتكون لا ليتر اوفيرت، لانه حنا
لو ديرني في لا فين تاع لو بروجي هذا لو بيت تاعنا ان نكتبوا اون ليتر اوفيرت. هذا هو نوتر بيت، هذا هو الهدف تاعنا، انه لازم نكتبوا اون ليتر اوفيرت. اول شيء في لا ليتر كي نجي نكتب لا ليتر اوفيرت نبدا بها لهنا، هو عندي ندير لو ليو هنا، يعني في الورقه تاعي ندير هنا لو ليو، يعني المكان، المكان اللي تكتبت فيه لا ليتر اوفيرت. مثلا الجي، مثلا سيتيف، باغ اكزومبل عنابه. دونك عندنا لهنا اليو، اليوم بيان بريسي. بعدها نروح ندير لا دات، ندير لا دات، لا دات لهنا ندير لو جور لو موا اي لاني. هذه هي اول حاجه نبدا بها. بعدها نروح نكتب هنا ندير لو ديستيناتير، يعني المرسل اليه، لو ديستيناتير يعني لمن رايح نبعث هذا الرساله. بار اكزومبل ا مسيو لو ديريكتور، ا مسيو لو مينيستر، ا مسيو لو مير دو لا كومين، مثلا رئيس البلديه. هذا هو لو ديستيناتير. بعدها ندير هنا لانتيربولاسيون، لانتيربولاسيون، ندير هنا لانتيربولاسيون. بعدها نروح نجي نبدا في لو كور دو لا ليتر اوفيرت. لو كور يعني المضمون تاع الرساله. المضمون تاع الرساله واش فيه؟ عندنا هنا لانترودكسيون، لانترودكسيون يعني المقدمه. هذه هي لا بروميير بارتي نبدا بها لانترودكسيون. هنا واش ندير؟ اون بوز، نطرح المشكل تاعي، اون بوز لو بروبليم. On pose le problème. نطرح المشكل تاعي، واش هو المشكل تاعي. بعدها عندي لو ديفلوبمون، لو ديفلوبمون، لو ديفلوبمون. في لو ديفلوبمون جو بريزونت لي زارغيمون. دونك انا لهنا لو بوت تاعي سي convaincre le destinataire، يعني لازم نقنع المرسل اليه. دونك جو بريزونت لي زارغيمون، يعني نطرح الحجج. جو بريزونت لي زارغيمون. اي واش ندير ثاني؟ جيكسبليك، اكسبليكي، اكسبليكي quelques arguments، quelques arguments. بعدها عندي la conclusion، la conclusion يعني الخاتمة. في الخاتمة أنا لهنا واش راح ندير؟ هنا ندير la reformulation، reformuler la thèse ou là le problème. La thèse، je reformule la thèse. بعدها نديرو résumé، résumé les arguments، يعني لهنا في لا كونكلوزيون نعاود ندير اعاده صياغه لو بروبليم اللي طرحته لهنا. بعدها جو ريزوم، يعني نلخص اهم حجه، اهم حجه نلخصها في لا كونكلوزيون. ومن هنا نقدروا ثاني اون ليس، هنا ليسي le lecteur
Laissez le lecteur sur une réflexion. Réflexion. يعني خلي لو ليكتور خليك شغل في حالة طرح أسئلة، يعني خلي له واحد بعض الغموض، وخليه أيضا شغل اللي يخمم على هذا لو بروبليم. دونك هذا هو لو بلون دون ليتر اوفيرت، وهذا هو لوبجيكتيف تاع لا سيونس تاعنا هذه الاولى، انه نعرفوا واش هي لا ليتر اوفيرت. قلنا بلي لا ليتر اوفيرت هي سي ان جور دان تيكست ارغومونتاتيف، هو نص حجاجي. في النص الحجاجي هذا الي ديستيني ا ان ديستيناتير بيان بريسي، يعني مرسل اليه معين بشكل جيد، يعني معينين هذاك لو ديستيناتير، وهو لو ديستيناتير هذا يكون من يكون عنده لوتوريتي، يعني عنده سلطه، مثلا لو مينيستر، الوزير، الديريكتور، اسونسيال ان ريسبونسابل، والله يكون لو ديستيناتير ان لارج بيبليك، يعني جمهور، جمهور معين. هنا في لا فيزي، لا فيزي يعني لو بي تاع لا ليتر اوفيرت سي كونفينكر، كونفينكر لو ليكتور. بعدها شفنا لو بلان دون ليتر اوفيرت. اول حاجه نبداو هو لو ليو اي لا دات، هنا نكتبوها من الفوق، نكتبو لو ديستيناتير ونكتبو لانتربولاسيون. بعدها عندنا لانتروديكسيون، اون بوز لو بروبليم. بعدها لو ديفلوبمون، جو بريزونت لي زارغيمون et expliquer quelques arguments. بعدها عندي la conclusion, je reformule la thèse, je résume les arguments et je laisse le lecteur sur une réflexion. Donc هذه هي كانت الحصة تاعنا تاع نهار اليوم. نلتقي ان شاء الله في حصص قادمة. ما تنساوش ديروا لنا ابوني لاشين هذه، وديروا لنا جيم لا فيديو هذه، وتخلي لنا تعليقات. اهم الدروس تاع السنه الاولى ثانوي اللي تلقاو معاهم ان بروبليم. دونك نلتقي ان شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم.